نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر. واستقبل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فرانسوا كورني سفير بلجيكا في مصر مساء امبارح اليوم الاثنين في مقر القلعة البيضاء. وحرص رئيس النادي أو رئيس نادي الزمالك على الترحيب بالسفير البلجيكي موضحا إن دور القلعة البيضاء لا يقتصر على الشق الرياضي فقط ولكنه دور رياضي واجتماعي وسياسي. وأضاف الكابتن حسين لبيب إن يرجع الفضل في إنشاء نادي الزمالك للبلجيكي جورج مارزباخ وندعو حفيده وعائلته لحضور مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كاس مصر. وفي نهاية الزيارة قدم الكابتن حسين لبيب أو قام بتسليم السفير درع نادي الزمالك وقام فرانسوا كورني بتسليم رئيس نادي الزمالك هدية تذكارية. نروح بقى لأخبار فريقنا. واستأنف الفريق تدريباته النهاردة الصبح على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا طبعا لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز. طبعا عارفين ان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي خوسيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات امبارح يوم الاثنين بعد عودة فريقنا او بعثة فريقنا من الجزائر بعد طبعا خوض مباراة ابو سليم الليبي في بطولة كاس الكونفدرالية الافريقية. وبيستعد الزمالك للقاء الداخلية المقرر ليه يوم الخميس في الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق إن شاء الله. تعالوا بقى دلوقتي نروح لأخبار أو لخبر مهم جدا بخصوص فريقنا والبداية مع أحمد مصطفى زيزو نجم فريقنا اللي للأسف اتعرض للإصابة في ماتش أبو سليم الليبي الأخيرة. عندنا تفاصيل خاصة هتكشف لنا في نهارك أبيض أو هنكتشفها في نهارك أبيض وإزاي تعامل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة مع إصابة زيزو وكان موقفه إيه من مباراة الداخلية. طبعا إصابة زيزو عبارة عن التواء في الكاحل مع جزع خفيف في الأربطة وفقا طبعا للفحوصات اللي أجراها الجهاز الطبي للاعب. التفاصيل إيه بقى؟ بعد ما تعرض أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك للإصابة في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية بدأ الجهاز الطبي العمل على علاجه على طول وتأهيله واستشفائه لتسريع عملية التعافي. بمجرد طبعا إصابة زيزو قرر الجهاز الطبي بالاشتراك مع الجهاز الفني عدم استكمال زيزو للمباراة. وده طبعا رغم أن اللاعب كان قادر على اللعب وكان قادر أن هو يستكمل اللقاء ولكن تم تبديله علشان ما يحصلش أي تورم لقدمه وعلشان الأمر ما يسوقش وما يكونش فيه خطر عليه ويزود مدة غياب اللاعب. بالفعل بدأ الجهاز الفني للزمالك العمل على علاج زيزو فور خروجه بوضع أكياس التلج على قدمه حتى نهاية المباراة. وأثناء تواجده في الفندق وأيضا طبعا أثناء السفر بالطيارة من الجزائر لمصر الجهاز الطبي للزمالك اطمن على حالته وهو كمان مطمن بشكل كبير على حالة زيزو ولكن سيتم برضو إعادة فحص للاعب النهاردة يوم الثلاث من أجل تحديد موقفه من مباراة الداخلية سواء هيكون موجود أو من الأفضل أن يتم راحته. ولسه متواصلين في الأخبار الخاصة بنهارك أبيض مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريقنا واللي غاب عن الفريق الفترة اللي فاتت بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. في نهارك أبيض عندنا آخر التفاصيل الخاصة بفتوح. أحمد فتوح تعافى بشكل كبير جدا وفي المرحلة الأخيرة من التأهيل وبيسعى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب بشكل نهائي للمشاركة أكيد في المباريات القادمة. موقف فتوح من المشاركة مع الفريق هيتحدد من خلال الفحوصات الطبية النهاردة لمعرفة إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة أمام الداخلية في الدوري. في حالة التأكد من تعافي فتوح بشكل نهائي وده هيتحدد النهاردة اللي هيتم إن فتوح يشارك في جزء من مباراة الداخلية المقبلة. أكيد بنتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. يعني فتوح لاعب مميز جدا وبيفرق بشكل كبير جدا أكيد مع فريق الزمالك وبيفرق معانا بشكل كبير. هو لاعب مميز الحقيقة. ولسه برضو متواصلين في الأخبار وخبر خاص بمواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية. وعرفنا أن نادي الزمالك حصل على الموافقة الأمنية لحضور 30,000 مشجع في المباراة وتقام المباراة يوم الحد 3 مارس على استاد القاهرة الدولي وحسم الزمالك تأهله بصدارة المجموعة
بعد الفوز على أبو سليم الليبي بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة، ورفع الزمالك رصيده ل 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات، وبواقع طبعا 2 على أبو سليم الليبي ذهابا وإيابا، وفوز على سوار وفوز كمان على سجرادة الأنجولي، بالإضافة لتعادل سلبي مع الأخير. كمان أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من إثيوبيا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سوار الغيني، والمقرر ليها يوم الحد الموافق 3 مارس المقبل في 9 مساء باستاد القاهرة، وده ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وبيتكون طاقم التحكيم من تيودروس ميتيكو حكم ساحة، ويعاونه كولن من فاسيكا يوليتش ومصطفى مكي محمد مساعدين، وكمان هاليوسوس بيليتي حكم رابع. واختار كاف المغربي جمال كاواشي مراقبا للمباراة، والتنزاني ليزلي ليونارد مراقبا للحكام.